السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه النهاردة عن قطار كولر يواصل الزحف، فنجح في 3 اختبارات ولم يتلقى أي هزيمة في هذه الاختبارات. طبعا مما لا شك فيه ان المدير الفني مارسيل كولر لغاية دلوقتي مؤدي أداء اكتر من رائع مع فريق النادي الاهلي، وكان عمل العديد من المباريات الجامدة جدا في بداية البطولات، في سواء الدوري العام المصري او بطولة دوري ابطال افريقيا او البطولة الاساسية اللي اخدها النجم الكبير المدير الفني مارسيل كولر، وهي بطولة السوبر المصري اللي اخده من نادي الزمالك لما فاز على نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء، والهدفين سجلهم نجم البرازيل برونو سابيو ونجم النادي الاهلي اللي ربنا يشفيه كريم فؤاد. فحقق النادي الاهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر الفوز على نادي بيراميدز في الجولة 11 من الدوري العام المصري، وكان فاز النادي الاهلي على فريق بيراميدز بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ارضية استاد القاهرة الدولي، وبيحتل النادي الاهلي حتى الان المركز الاول في جدول ترتيب الدوري العام المصري برصيد 27 نقطة، ويأتي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 24 نقطة. وهنتكلم دلوقتي على الانتصار الأول اللي حققه المدير الفني القدير مارسيل كولر. فبيعتبر المدير الفني مارسيل كولر المدرب الثالث في النادي الأهلي اللي يحقق الفوز على فريق بيراميدز من أول لقاء يقوده أمام هذا الفريق فريق بيراميدز، حيث حقق فاير الفوز على فريق بيراميدز في اول لقاء جمع بينهما في الدوري العام المصري في موسم 2020-2021، لما خاض المدير الفني فايلر مباراة بيراميدز على رأس قيادة النادي الاهلي ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 بعد ما تعثر النادي الاهلي في 3 مباريات متتالية امام فريق بيراميدز وفشل في تحقيق الفوز. وجاء الفوز الثاني لمدرب في اول لقاء له مع نادي بيراميدز على يد سامي قمصان خلال مباراة كأس مصر في موسم 2020-2021، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف. اما الفوز الاكبر فكان هو فوز المدير الفني مارسيل كولر، ليصبح كولر المدير الفني الثالث الذي يفوز على نادي بيراميدز في اول لقاء يجمعهم ببعض بنتيجة 3-0 خلال الموسم الحالي من الدوري العام المصري. ويعتبر النادي الاهلي فوز الاهلي على بيراميدز بثلاثية في الدوري العام المصري هي الاكبر في تاريخ لقاءات الفريقين، بالتساوي مع الفوز اللي حققه المدير الفني القدير بيتسو موسيميني. وده النجاح الثالث في اختبارات مارسيل كولر مع النادي الاهلي، وكان استمر النادي الاهلي مع كولر في سلسلة الارقام الجيدة في الدوري العام المصري وافريقيا، حيث أن فريق النادي الأهلي لم يتلقى أي هزيمة حتى الآن مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر في أي بطولة. ويعتبر هذا الاختبار الثالث القوي اللي بيتعرض إليه المدير الفني مارسيل كولر مع النادي الأهلي، ونجح فيه حيث أنه فاز على فريق الاتحاد المنسترلي ذهابا وإيابا بدوري أبطال إفريقيا في دور الـ32. والجدير بالذكر أن نادي الاتحاد المنسترلي كان وصيف الدوري التونسي في الموسم اللي فات وحقق العديد من النتائج الإيجابية.
ثم دخل كولر الاختبار الثاني له مع النادي الأهلي أمام نادي الزمالك في كأس السوبر المصري اللي أقيم في الإمارات، ونجح فريق النادي الأهلي في الفوز على نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء. زي ما قلنا كان أحرز الهدفين برونو سابيو واللاعب كريم فؤاد. وجاء الاختبار الثالث لكولر مع النادي الأهلي أمام نادي بيراميدز في الدوري العام المصري، وحقق المدير الفني السويسري الفوز بنتيجة 3 لا شيء في مباراة الدوري العام المصري زي ما قلنا. والدفاع الأهلي دفاع حديدي، وبالنظر لاختبارات كولر مع النادي الأهلي نجد أنه لم يستقبل أي هدف خلال الاختبارات الثلاثة سواء في الدوري أو في إفريقيا أو في السوبر المصري، وخرج في كل المباريات بشباك نظيفة. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا اللي كان بيتكلم عن ان قتال كولر يواصل الزحف، فنجح في 3 اختبارات ولم يتلقى اي هزيمة في هذه الاختبارات القوية. في النهاية نتمنى التوفيق للمدير الفني مارسيل كولر في افريقيا وفي اي بطولة بيلعبها بعيد عن بطولات نادي الزمالك، نادينا القدير اللي كلنا بنعشقه وبنحبه، النادي الابيض اللي بخطين حمر. ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا وبطولة كاس العالم للاندية اللي هيشارك فيها النادي الاهلي في فبراير القادم ان شاء الله في المغرب للمرة الثامنة في تاريخه. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين.